أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وصباحكم خير وين ما كنت، وصباح العمل والاجتهاد. فلا زالت جهود وزارة الصحة مستمرة لتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت. وبما أن إحنا في مرحلة انتقالية وفي خلال هذه الفترة تنتشر الإنفلونزا وأيضا الحساسية، فهناك تطعيمات قدمتها وزارة الصحة في فصل الشتاء، وحرصا مشاهدينا على التنظيم والتباعد وعدم الازدحام، فقد أطلقت وزارة الصحة خدمة حجز مواعيد وذلك للتطعيم من خلال موقع وزارة الصحة مثل ما إن شاء الله نشوفها على الشاشة. وطبعا نتمنى وبلا شك الصحة والسلام للجميع، ونذكركم دائم على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك الحد من انتشار جائحة كورونا. أما حلقتنا اليوم راح نتعرف معاكم عن ضيوفنا وما هي التقارير في حلقة شايطحة، تابعونا. ضيفتنا القادمة الدكتورة شريفة الإدريس، استشاري تربوي وتعليمي، مدير مركز النوير للاستشارات النفسية. ضيفتنا القادمة سارة القلاف، منسقة التطوير المهني في لوياك. الحياة في زمن الكورونا، كلنا لبسنا الكمامات علشان نحمي فيها صحتنا. إذا قربنا من بعض صرنا في خطر، وإذا تباعدنا بنكون بأمان. واقتراب اليد من منطقة الوجه من بعد ما نلامس الأسطح تزيد من نسبة الخطر. ومن الظواهر اللي انتشرت رمي الكمامات بطرق عشوائية، والصحيح إن لازم نرميها في الأماكن المخصصة لها. الوقاية هي التزامنا بتعليمات السلطات الصحية علشان ترجع الحياة الطبيعية. مسؤولية مجتمعية ووعي كبير والتزام بالإجراءات الوقائية. حافظ على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة. التعاون وعدم الاستهانة وسيلتنا لتحقيق غايتنا بسلامة الفرد والمجتمع. مشاهدنا، في الزمن الكوروني شاهدنا ظاهرة التعلم عن بعد، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر والآيباد، وقد يكون سهل على المدارس الحكومية رغم صعوبته في البداية، ولكن مع التعود صار الأمر سهل. لكن ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف نتعامل معهم؟ كثير من التساؤلات راح أطرحها على ضيفتي في زمن جدا صعب، ألا وهو صعوبة التعلم عن بعد. اليوم كثير من المشاكل راح نطرحها، وراح نعرف الإجابة على هذه المشاكل وكيفية الحلول مع الدكتورة شريفة الإدريس، استشاري تربوي وتعليمي، مدير مركز النور للاستشارات النفسية. يا صباح الخير دكتورة، وحياك الله معنا في برنامجنا شاي طحة. يا صباح الخير والنور عليكم جميعا، وأنا أشكر لكم هذه الاستضافة وإني أكون معكم اليوم. دكتورة حياك الله بداية. دكتورة، تساؤلات من أولياء الأمور عن أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. في السابق قبل الزمن الكوروني كانت هناك المدرسة وأيضا مراكز نقول مختصة من معلمين وأيضا من أخصائيين وكذلك من منهج، الهدف من تطوير هذه الفئة المجتمعية. في البداية حابة تكلمينا عن معاناة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في تحديات التعليم عن بعد. في البداية أنا أحب أقول أن يعني زمن الكوروني حول الكثير من الأمور في حياتنا وقلبها فوق تحت، وهذا الشيء أثر على عيالنا من ذوي الإعاقة، لأن في منهم الكثيرون قد حرموا من التعليم، وخاصة الإعاقة الفكرية والتوحد، مستمرين مع الإعاقة البصرية، مع الإعاقة السمعية، مع الإعاقة الحركية، ولكن الإعاقة الفكرية والتوحد هم الذي وقفت عنهم عملية التعليم. لذلك أنا أقول وأنوه أن هذا الشيء راح يؤثر سلبا على هذه الفئة بالذات، لأن هذه الفئة تحتاج متابعة.
احنا نقول ما في شيء في ايجابي وما في شيء في سلبي. الايجابي اي ظاهره فيها الايجابيات والسلبيات. من الناحيه الايجابيه لابنائنا من ذوي الاعاقه ان عمليه التعليم عن بعد هونت عليهم امور كثيره، مثلا الاعاقه الحركيه، الاعاقه السمعيه والبصريه، قاموا يقعدون في بيوتهم، هذا امن لهم لان كل شيء متوفر عندهم في البيت ومتعودين على بيتهم، افضل من ان الكثير من الاماكن ممكن ما تكون تساعدهم على الحركه بأريحية. نعم دكتورة، شوي بوقف معاك في هالنقطة. تقولين يعني نقول أزمة كورونا جت بصفة إيجابية إلى هذه الفئة، برايك أنا هذه الفئة ما تحتاج أن أنا أطور منها سواء من الحركة أو الفكر، يعني ما تشوفنا ما خدمتهم بل أساءت لهم؟ أنا قاعدة أقول لك ما في ظاهرة فيها إيجابي كلها ولا فيها سلبي. نعم. من الناحية السلبية هي أثرت على نفسياتهم، لأن المعاقين حركيا يحتاجون أن هم يطلعون، المعاقين سمعيا والبصريا كذلك، فالتواصل المباشر إحنا كأشخاص عاديين نحتاج إلى تواصل مباشر، فما بالك بفئة المعاقين. هذه الفئة اللي تحتاج تواصل مباشر، تحتاج برامج علاجية فردية، تحتاج إلى التعزيز الدائم. لذلك أنا أقول لازم أول ما تبدي يعني بداية التعليم عن بعد لهذه الفئة، خضوع أهالي أولياء الأمور لهذه الفئات بالذات إلى دورة تأهيلية في التعامل مع أبنائهم، خاصة في التعليم عن بعد، لأن قاعد أشوف الكثير من الأهالي ما هم عارفين يتعاملون مع أبنائهم، قاعدين مشاكل كثيرة لأن تعرضوا لضغوط نفسية وضغوط في إن ما في مدارس، يعني مدارس تاخذ من يعني مدارس تاخذ من شغفهم، من حبهم للمدرسة، من التعلم والتعاون اللي قاعد يشوفونه في المدرسة، وكذلك من حب المعلمين لهم. نعم. فهم فاقدين هذا الشيء. نعم. دكتورة قاعد تقولين أولياء الأمور يحتاجون إلى تأهيل، برايك هل نقول الدورات أو إن اكتساب المعرفة والعلم نقول من خلال منصات التواصل الاجتماعي، هل هو كفيل إن الوالد أو الأم تكون مهيئة إنها تطور من حالة ولدها، خصوصا هناك تراجع لكثير من الحالات في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم وليس الكويت فقط، وخصوصا لهذه الفئة المجتمعية اللي أكيد هدف الدولة وهدفنا نسعى إلى ندمجهم مع المجتمع. هناك حالات صعبة مثل ما قلتي قد يكون تواجدهم في المنزل أريح لهم، لكن التعلم عن بعد وتأثير الحالة النفسية والترابط دكتورة بحط خطين تحت الترابط عفوا النفسي اللي ما بين الطفل مع معلمته، إيش كثر تقدر تأثر العلاقة ما بين الطفل والمعلمة من خلال التواصل عن بعد؟ أنا في البداية أقول لك إحنا أبنائنا العاديين، يعني أنا ولدي لما يقول لي أنا ولهت على المدرسة، ولهت على ربعي، ولهت على المدرسين معاي، إن فقد هذا التواصل مع التعليم عن بعد، مع أن الكثير يقولون تعودوا على التكنولوجيا وعيالنا تعودوا على التكنولوجيا، فعلا التكنولوجيا شيء ولكن التعليم شيء ثاني. مع فئة ذوي الإعاقة الأهالي خذوا دورات تدريبية وتأهيلية، ولكن ما هذه الدورات ما تكفل، إن ما تكفل الحق الكامل للمعاق إنه هو يتفاعل صفيا مع المدرسة. في دراسة سواها بنيويورك على المعاقين وشافوا إن التعليم عن بعد ظلمهم كثير، لأن كل طالب معاق هو عنده تشتت في الانتباه. نعم. التشتت في الانتباه هو ما راح يقعد يجاب لك اللابتوب او الكمبيوتر ويقعد 20 دقيقة طبيعي، ابدا هذا الشيء مستحيل. لذلك التعليم عن بعد قيد حريتهم، قيد حركاتهم، كذلك افتقدوا الى التعزيز، الى التحفيز، الى ان هم يكونوا متعاونين وموجودين مع اقرانهم اللي بنفس حالتهم وأقرانهم من العاديين طبعاً في حالات الدمج. أي نعم دكتورة، إذن هي سمات شخصية وقدرات عقلية واختلاف، يعني حتى في نفس نقول نفس المرحلة أو نفس الإعاقة، لكن حالة تفرق عن حالة، نقول في أي نعم الاختلافات موجودة. طيب شلون أنا أعود طفلي إنه يتعامل مع الشاشة، خصوصا أنا ما بتراجع في حالته، أنا أسعى أن أطور من حالته وأخليه إنسان طبيعي، شلون أنا أتجاوز مشاكل أونلاين
والتعلم عن بعد كولية أمر؟ يعني كولية أمر أنا قلت في البداية لازم نسوي دورات تدريبية لأولياء الأمور. شلون أحصل على هذه الدورات دكتورة؟ ما هي الطرق؟ أكيد الناس اللي قاعد عندهم هذه الحالة قاعد تابعنا الحين، أوكي أنتوا تقولون دورات، أقول دورات إنزين، وين هذه الدورات؟ وين مكانها؟ كيف أنا أأهل نفسي عشان أقدر يعني أقدم الخدمات أو المنهج الصحيح لطفلي؟ صحيح، منصات التواصل الاجتماعي يعني موجودة هذه الدورات في منصات التواصل الاجتماعي. أنا ما عندي علم بالنسبة للمدارس الحكومة إذا أعدت هذه الدورات، ولكن بالنسبة للمدارس الخاصة في دولة الكويت قامت بعمل دورات لأولياء الأمور في بداية العام الدراسي، حطت لهم يومين. يعني أنا بالنسبة لي أنا كولية أمر في المدارس الخاصة أطفالي عاديين حطت لنا دورات تأهيلية، فما بالك بالمدارس لذوي الإعاقة، ولكن ما عندي علم بالنسبة للمدارس الحكومة للأمانة. لذلك إحنا كأولياء أمور إحنا عندنا وعي مجتمعي فعال لله الحمد. الوعي هذا في أولياء أمور كثير قاعد يسألون عن دورات تأهيلية، عن كيفية التعامل مع أبنائهم. لذلك أنا أوجه من خلالكم، من خلال برنامجكم، أن هناك الكثير من المراكز العلاجية والتأهيلية اللي تأهل الطفل المعاق على أنه هو يستعيد حياته من ثاني، لأن عندنا دورات تأهيلية في هذه المراكز الموجودة في الدولة. هذه المراكز مو مهنتها فقط ان هي تقعد عيالنا قدام الاونلاين، لا صحيح. هذه المراكز تاخذهم كحصص فرديه خاصه لكل واحد، تسوي له اختبارات لحالته، تشوف شنو الفروق الفرديه اللي عنده، شنو مؤهلاته، شنو تشخيصه الاكاديمي، علشان تبدي معاه في برنامج علاجي. اطفالنا المعاقين يحتاجون برامج علاجيه تاهيليه من بعد ازمه كورونا ومن بعد الحجر. لذلك العديد من المشاكل بدأت تظهر عليهم الآن، صاروا وحشيين، صاروا عدوانيين. يعني والله تجينا حالات، يعني الله المستعان بحالاتهم، يعني الله يعين أهاليهم. فأنا أقول، يعني أنا أقول من منطلق وجودي اليوم معاكم، سألوا عن المراكز العلاجية والتأهيلية لأبنائكم المعاقين، توجهوا لهم عشان يساعدونكم على تأهيل أبنائكم، و إن شاء الله بإذن الله يتخطون المرحلة اللي هم فعلا الله يعين أولياء الأمور، خصوصا بنلاحظ تراجع كبير في حالة ابنه. طيب دكتورة تكلمتي عن البرامج، حابة أعرف البرامج اللي ممكن من خلالها تعرف تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم. هناك برامج معينة، أول كان نقول في وسائل تواصل سواء كان حسي أو بصري أو سمعي، واللمس، يعني هذه الحاسة، حاسة اللمس جدا مهمة في تأثيرها على نفسية الطفل. ما هي البرامج اللي تعوضني عن الأشياء اللي افتقدتها من وسائل تواصل مع هذه الفئة المجتمعية؟ أنا إذا نتكلم عن البرامج الإلكترونية، هناك العديد من البرامج الإلكترونية التعليمية للأبناء اللي فقدوا عملية التعليم عن بعد، وخاصة المعاقين في الإعاقة الفكرية والتوحد. هناك البرامج الإلكترونية، ولكن أنا أقول من واقع البرامج الإلكترونية ما لها حل، لأن تزيد من حالتهم، تزيد من عصبيتهم، تزيد من عدوانيتهم. يحتاجون مثل ما قلتي إلى التواصل، إلى حاسة اللمس، إلى حتى الاحتضان، هم يحتاجون إلى احتضان، يحتاجون إلى تعزيز. لذلك برامج العلاجية موجودة في تعديل السلوك، التدخل المبكر، في هناك العديد من البرامج التربوية اللي تساعدهم على أن هم يعني إن شاء الله بإذن الله يتجاوزون هذه المرحلة. البرامج التربوية كثيرة لهم، يعني للاطلاع على هذه البرامج ممكن ان هم يزورون اكونتات المراكز العلاجيه لذوي الاعاقه علشان يتعرفون عليها اكثر. نعم دكتوره قلتي فئه يعني صعوبه الحركه لانهم اكثر فئه هي مظلومه من وجهه نظرك، ام هناك فئه مظلومه اخرى من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ حابه تعليقك على هالموضوع، اي فئه اكثر ممكن انها ما راح يخدمها التعلم عن بعد؟ الإعاقة الحركية عندهم تعليم عن بعد وماشيين عليه، الإعاقة السمعية وكذلك البصرية، ولكن اللي انظلموا الإعاقة العقلية والتوحد. الإعاقة العقلية في عندهم قابلية للتعليم، عندنا فئة، هم فئات في بسيطة متوسطة وشديدة. البسيطة والمتوسطة عندهم قابلية للتعليم، فإحنا ليش وقفنا عنهم التعليم؟ لو ناخذ معاهم ساعة في اليوم ما راح يضر،
ساعة في اليوم نقسمها لهم ونحدد لهم أشياء بدائية على حالاتهم وعلى وضعهم، ممكن أن احنا نتخطى هذه الأزمة معهم عشان لا نحرمهم من التعليم. الدولة كفلت حق التعليم للجميع وما قالت بحد لا حق بالتعليم، ما صنفت الناس أن أنت مالك حق بالتعليم. لذلك احنا لازم أن احنا ما نوقف التعليم عن أحد، وإن وقفنا عشان حالات معينة، في حالات تحتاج أن هي تتعلم، في حالات تعبانة في بيوتها ومحتاجة أن هي تتعلم وتتدرب. فهالشيء هذه الفئة هي الفئة المظلومة للأمانة، واللي قاعد يعيوننا وايد عليها شكاوي الله يحفظ. دكتورة، ماذا عن فئة الداون أو اللي عنده فرط نشاط أو فرط حركي؟ يعني أنا وايد أولياء أمور سمعتهم يقولون عيالنا بدأوا حتى يمشون على الأطواف من كثر ما هم ما شاء الله عندهم فرط بالنشاط وما هم عارفين شلون يسيطرون عليها. يعني شلون هذه الفئة شلون نتعامل معاها؟ يعني فئة الـ ADHD والداون عندهم حركة زايدة، وخاصة الـ ADHD أنا أميزهم، يعني هذه الفئة بتشتت الانتباه وفرط الحركة السريع. هذا الشخص، هذا الطفل، مستحيل أن أنت تقيدينه في كرسي لمدة 4 ساعات في اليوم قدام الكمبيوتر. هذا شيء أنت قاعد تقيدين حريته، قاعد تقيدين حركته، فبالتالي ما راح ينتبه معك لو مهما أتي وزدتي في المنهج، لأنه ما في تواصل مباشر ما بينه وبين بعض. هذه الفئة تحتاج إلى الخضوع لبرامج علاجية تربوية لخفض تشتت الانتباه لديهم وخفض فرط الحركة. لذلك حتى كرسيهم مو كرسي عادي، الكرسي معاهم أهم يتغير عن العاديين، لأن لازم تجيبينهم مثلاً كرسي اللي نط، أو في اليابان أنا شفت عندهم تجربة إنه حاطين لهم جواري على الطاولة، طاولة الدراسة وراها جاري علشان يطلعون طاقتهم وحركتهم الزايدة. الشيء هذا اللي قاعد يصير مع التعليم عن بعد قاعد يعني يزيد من فرط الحركة عندهم، قاعد يزيد من تشتت الانتباه، لأنه مو قاعد يحصلون اللي قاعد يحصلونه في المدارس المختصة أو المراكز العلاجية المختصة في حالاتهم. فهالشيء أنا أشوفه أنه هو قاعد يزيد من الحالة إلى الأسوأ وليس إلى الأفضل أكيد. نعم دكتورة، سبحان الله رب العالمين رزقنا خاصية، ألا وهي خاصية نقول التأقلم والإبداع. يعني وأتوقع كل ولية أمر تقدر شلون هي تبتكر، مثل ما تفضلتي قلتي في اليابان في مثل القاري أو العجلة، عشان يمكن أسيطر على أولاده عشان ما تتراجع حالتهم أكثر. هناك بعض المشاكل تواجه أولياء الأمور مثل ما تفضلتي مع طريقة التعلم عن بعد، طرق تعامل أولياء الأمور تختلف. للأسف هناك من سلك الطريق السهل، أعطي الآيباد يقضي ساعات طويلة في سبيل أن أنا أرتاح. أبيش نصيحة تقدمينها حق أولياء الأمور أو حلول بسيطة. وتوقع دكتورة كل ولية أمر أو كل أب يعرف عياله ونقاط الضعف عنده وأين هي نقاط القوة، ومن خلال نقاط القوة أنا أستثمر ولدي عشان ما تتراجع حالته والسوء أكثر. المشاكل اللي تواجهها أولياء الأمور والحلول السلبية اللي دايم يلجؤون لها، مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي ان يعطونا الايباد وهذه اسهل طريقه. من قبل الكورونا واحنا نشوف هالشيء، اشوف طفل عمره 6 أشهر وماسك الايباد، ويجونا المركز يقولوا لنا والله انا ولدي يعاني من صمت الاختياري. مو اكيد بيعاني من صمت الاختياري، هو من عمر 6 شهور ماسك الايباد، فهالشيء هذا ياثر على اللغه عنده، ياثر على العمليات الحركيه، ياثر على الادراك البصري والسمعي عند الطفل. فهذا شيء طبيعي انه هو يكون عنده صمت اختياري، لان احنا ما تحاورنا مع ابنائنا. للاسف التكنولوجيا فقدنا معها الكثير من التواصل مع الابناء، وهذا احنا ما نعمم طبعا الكلام، ولكن البعض فعلا. لذلك احنا كانت الكورونا فرصة ان احنا نقعد مع ابنائنا، نتعرف على هواياتهم، نتعرف على قدراتهم. من ما في احد كامل، وبالتالي ما في احد ناقص كذلك. احنا نقول مو معناته ان طفلي معاق معناته انه هو ما عنده موهبة، الكثير من المعاقين لديهم المواهب. انا من خلال اذاعة دولة الكويت عندي برنامج اسمه اصحاب الهمم، قابلت الكثير من المعاقين في الدولة، تبارك الرحمن نرفع راسنا فيهم. يعني عندنا الكاتبة فرح الصدي هي من المكفوفين، عندنا طارق القلاف، الكابتن طارق القلاف،
اسم الكويت عالي معاه وهو إعاقة حركية. عندنا المصور يوسف الشطي ما شاء الله عليه تصويره ولا أبدع من كذي. فإحنا نعرف نقاط القوة وين ونطورها. أنا يعني رسالتي أوجهها لكل أولياء الأمور سواء من ذوي الإعاقة وسواء العاديين، شوفوا وين نقاط القوة لدى الأبناء. الآن الشهادة الأكاديمية هي ليست السلاح فقط، فعلا لكن الموهبة كذلك هي السلاح الثاني للشخص علشان نبني شخص قوي وشخص ذو شخصية قوية وذكية كذلك لإنماء هذا المجتمع. فعلا دكتورة، والإعاقة الحقيقية هي ليس إعاقة الجسد وإنما هي إعاقة العقل. طالما أنا عندي عقل وهذا العقل رب العالمين عطاه قدرة على الإبداع وعلى الإنجاز وعلى التحمل والتأقلم مع أصعب الظروف. لو بنتقل إلى محور آخر، البيئة المكان اللي يدرس فيه الطفل جدا مهمة. شلون راح تأثر بيئة المنزل أو شنو المفروض أنا أوفره داخل بيتي عشان أخفف من الضغط النفسي، ولا يعني شيء نتفق عليه كلنا ضغط نفسي قاعد يمرون فيه هذه الفئة المجتمعية، وهناك من على علم ودراية كيف يتعامل معهم، والبعض الآخر للأسف يجهل كان قاط المسؤولية على المراكز أو على المدارس مثل ما تفضلتي، ومن حقهم لأن هناك منهج صحيح يسيرون عليه. البيئة الصحيحة والصحية للطفل ذوي الإعاقة شلون توفره نقول أو يوفره رب الأسرة؟ احنا خلينا نقول ان الحين واقع التعليم عن بعد اصبح واقع، هي ليست تجربة، هو واقع فعلي وتطبق علينا جميعا. لذلك احنا لازم نهيئ هذا الطفل انه هو عنده مدرسة وصار عنده مدرسة في البيت. لذلك التهيئة تكون عن طريق أن أنا أحط له مكتب، أحط له صبورة يما، أهيئ له الجو الدراسي العام. طفل المعاق يحتاج مني إلى عمل جدول روتيني. الروتين اليومي مهم جدا في حياة أبنائنا العاديين والمعاقين أكثر. المعاقين يحتاجون روتين يومي لأنهم لازم يمشون على جدول روتيني. أنا دائما أحرص على هالشيء، ان ودائما اقول عودوا عيالكم على الروتين اليومي من ذوي الاعاقه، لان هالشيء هذا راح يساعدهم على عمليه التكرار. هم يحتاجون تكرار كل يوم، لما تكررين عليه نفس الاشياء اللي لازم يسويها كل يوم راح نشوف ان هو قاعد يتطور الى الافضل. الجدول الروتيني احطه قاعده معي، ها حبيبي مدرستك الساعه 7 ونص راح نقوم من النوم راح نبدل ونحط الجدول، واخليه يشاركني. لا احط له جدول واقول له هاك هذا الجدول راح تمشي عليه، لا، المشاركه الوجدانيه فعاله جدا مع ابنائنا من ذوي الاعاقه. الجدول الروتيني راح احط له معاه نجوم تحفيزيه، انت اليوم قعدت بروحك مثلا، درست في المدرسه، اكلت وجبتك، خذيت السناك مالك، نمت بالوقت المطلوب منك، هذه كلها الاشياء اللي عملها نحط له قدامه نجمه ونعطيه هذا التعزيز اليومي. هذا التعزيز اليومي من خلال النجمة، نجمع للنجوم كم حصلت نجمة، آخر الوقت على عدد نجومك راح تحصل الهدية اللي أنت تبيها. هذا التعزيز اليومي والتحفيز اليومي مع الجدول الروتيني مع أبنائنا المعاقين يفيد معاهم وبقوة. نعم. طيب دكتورة، قلتي الروتين والحياة المنظمة كلنا نسعى لها، سواء كنا إنسان يعني بشر طبيعية أو عندها مشاكل صحية في حياتها، لكن يقال أو هناك دراسة إن حق ذوي الاحتياجات الخاصة لازم نكسر شوي الروتين، أو التوحد بالذات لازم نكسر الروتين علشان نطور من حالته ويبدي يتأقلم ويكون إنسان طبيعي. مدى صحة هذه المقولة؟ حاليا جمعية الصحة النفسية الأمريكية دعت إلى عمل الروتين اليومي. ليش؟ حالة الكورونا اللي عندنا سوت خربطة للنوم، للأكل، للأوضاع اللي داخل البيت، صار ليل لا لنا ليل ولا نهار لنهار، فهذا الشيء تعبنا احنا كعاديين، فما بالك بأبنائنا ذوي الإعاقة. هالشيء هذا أثر عليهم سلبا، عدم وجود الروتين في حياتهم. الصحة النفسية، جمعية الصحة النفسية الأمريكية ركزت على الروتين للمعاقين. أنا كعضو في جمعية علم النفس الأمريكية قاعدة أشوف دائما الدراسات تركز على الروتين اليومي للمعاقين.
لازم انا عندي داخل الروتين ان انا اكسر لهم الروتين يوم بالاسبوع، مثلا نسوي لهم طلعه على البحر، الحين ما شاء الله الجو حلو، طلعه البحر نطلع الطاقه السلبيه مع التباعد دكتوره، مع التباعد والالتزام. اي نعم، نحرص على هذا التباعد، لان انا لازم انوه على شغله ان هناك من ابنائنا المعاقين عندهم كذلك مشاكل صحيه، كثر ما نقدر نحاول ان احنا نسوي لهم تباعد اجتماعي، لان لازم يعرفون ان هذا خطر على حياتهم. اي نعم دكتوره، التباعد الاجتماعي مهم جدا. اي نعم تفضلي. فعلا دكتوره، ابي اتكلم يعني عن مده، يعني ما ادري اقول هالحصه أو الوقت اللي يقضيه الطفل من خلال الشاشة في منصات نقول التعلم عن بعد، إيش كثر لازم المفروض تكون؟ إحنا لازم يكون في تخطيط لهذه الحصة. أي نعم. أبنائنا من ذوي الإعاقة أكثر من 20 دقيقة ما راح ينتبه معك، هو 20 دقيقة وايدة، فلازم أقسم هذا ال 20 دقيقة، أقسمها ما بين تحصيل أكاديمي و حركات إبداعية أخرى، مثلا أنه هو نطلب منه أنه هو عفوا يرسم، يعني يتحرك شوية داخل غرفته، بالنسبة للإعاقات الأخرى غير الحركية، الحركية ممكن نقول لهم يحركون إيدينهم، يحركون شوية أجزاء من أجسامهم، علشان نكسر روتين العشرين دقيقة. العشرين دقيقة يجب أن تقسم، الفترة الزمنية مهمة جدا معهم، لأن هم عندهم الانتباه في واقع 5 دقائق بعدها ما راح ينتبه معانا، فلازم نكسر هذه الأشياء علشان تمشي الحصة معهم في سلاسة. نعم بالفعل دكتور، لفت انتباهي إلى فقدان عنصر جدا مهم، ألا هو نقول تفريغ الطاقة والحركة. يمكن قبل زمن الكوروني كانوا عندهم عدة نشاطات، كانوا يعبرون عن نفسهم، اللي يحب الموسيقى أو اللي يحب الرسم أو هواياتهم اللي متعارف عليها. طيب أي فئة عمرية راح يخدم التعلم أو التعليم عن بعد أكثر، وأي فئة عمرية أنا أقدر أسيطر عليها وراح تستفيد من هذه المنصات؟ ما أحكم على الفئات العمرية، أحكم على الحالات الموجودة من ذوي الإعاقة. الفئات العمرية عندنا مثلا الإعاقة العقلية، على سبيل المثال الإعاقة العقلية، أنت تشوفينه شاب ولكن عمره الزمني إيش كثر؟ ممكن يكون أقل. يعني ممكن يكون عمره 20 سنة صحيح، ولكن عمره العقلي 10 سنوات. إينا. فأنا هني ما أحكم على العمر العقلي، ما راح يكون دكتورة، ما راح يكون يعني أهون علي من اللي أعمارهم 3-4 سنين. يعني مرحلة الحضانة والروضة، أنا يعني بوجهة نظري أنا أقول أكثر ناس انظلموا في جائحة كورونا، سواء كنا على التعليم العادي أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا، لان هذول في مرحله التاسيس، انت عندك طفل عمره 3 سنوات او 4 سنوات، خلينا نقول انه دخل الحضانه والروضه، هذا عمر التاسيس، هذا عمر انه هو اشباع رغباته، اشباع طاقته، اشباع الاكتشافات اللي قاعد يكتشفها في الدنيا. فجيتي وحكرتيها 7 شهور في البيت، هذا الشيء يعني سبب تراجع كبير مع الابناء. ان شاء الله باذن الله الفتره هذه ما تطول، لان ابنائنا بحاجه الى ان تعود حياتهم الى المدارس. وجود المدرسه مهم جدا، وجودنا وجود ابنائنا داخل المدارس هو الحل الطبيعي للحالات، سواء العاديين وسواء ذوي الاعاقه، وذوي الاعاقه اكثر كذلك، لان ذوي الاعاقه يحتاجون مني تركيز، يحتاجون مني ان انا اعطيهم برامج تاهيليه علشان يتخطون الاعاقه اللي هم فيها. فان شاء الله باذن الله هذه الفتره ما تطول، ونتمنى ذلك للامانه، لان العديد من الدول اللي كان عندهم يعني كانت عندهم حالات كورونا اكثر من عندنا، وردوا للحياه الطبيعيه بالتدريج الى المدارس. يعني أنا أتمنى، وهذه رسالة مني لوزارة التربية، أن نشوف أن نرد الحياة التدريجية للمدارس، يعني بعد ما يشوفون وزارة الصحة مع وزارة التربية نرد الحياة التدريجية، ويصير في ربط، نحط عدد صفوف، عدد طلاب شوية في الصف، ويصير ترابط ما بين الصف وما بين أبنائنا في المنازل، ويصير تناوب عليهم. لا نوقف الدراسة، يعني توقف الدراسة والتعليم عن بعد في المدارس سبب مشاكل للآباء وللأمهات وللأبناء كذلك، يعني صار حمل على أولياء الأمور أكثر من الأبناء، يعني
يعني تخيلي اولياء الامور قاعد يدمرون قدام عيالهم بالدراسه، فالشيء هذا راح ياثر على نفسياتهم. اكيد اكيد دكتوره، وصرنا احنا في زمن مثل ما تفضلتي الحاله النفسيه تلعب دور كبير، يعني حتى ممكن اذا كنا معانا مرض نقول جسدي في علاج حقه، لكن الحاله النفسيه يعني صعب صارت علاجها، خصوصا مع الضغوط النفسيه اللي تواجهها الام او الاب، الاسره بصوره عامه والطفل. دكتوره ابي نصيحه، كونك ذات خبره ودرايه في هذه الفئه المجتمعيه، نصائح تقدمينها لكل ام تعاني ولكل ام تبي تطور من حاله ولدها، وفلذات اكبادنا يعني هذيلي يعني حالهم حال يعني اخوانهم او اقرانهم، نصيحه خصوصا حق اللي في بدايه التاسيس، الا وهي نقول الحضانه والروضه، شنو هي الشروط، شنو هي تعليماتك، شنو هي نصائحك، شلون انا اعلم عيالي عشان اتخطى هذه المرحله، على الاقل خلي انا اسس، انا ازرع عشان في المستقبل ان شاء الله هذه الجائعه راح تزول يوم من الايام، ما راح تتم معانا على طول، فان شاء الله في المستقبل يعني راح يكون ما يكون عندي طفل جاهل مره واحده، فابي نصيحه تقدمينها او اساسيات لازم كل ام او كل اسره تمشي عليها. يعني انا اقول الله يحفظهم ان شاء الله، انا اسميهم هذول طيور الرحمه، لان الرحمه تنزل على قلوبنا قبلهم، ان احنا شلون نتعامل معاهم بلطف وحنيه، هم يحتاجون دائما الى التعزيز والتحفيز. لازم يعني انا اوجه نصيحه لاولياء الامور، عندك طفل من ذوي الاعاقه لازم تعطيه التعزيز، لازم تعطيه الثقه في نفسه، هم فاقدين الثقه بالنفس لان عندهم مشكله وهم عارفين ان عندهم مشكله، خصوصا حتى لو كان عمرهم صغير، ولكن هم على درايه ان هم عندهم مشكله، فالتعامل معهم بالحنية، التعامل معهم بالتعزيز المستمر، هذا الشيء راح يعزز من نفسياتهم وراح يعطيهم ثقة في نفسهم. أنت لما تعطينا ثقة في نفسه، الثقة هذه بالتالي راح ينتج منها شخص سوي، مو معناته أنه هو معاق ما يقدر أنه هو ينتج. لازم تحطون في بالكم يعني أولياء الأمور، هذه رسالة لأولياء الأمور، لازم تحطوا في بالكم، أنا مو معناته أن طفلي معاق أو أن عنده إعاقة ما يقدر يكون إنسان منتج، إنسان ناجح. الكثير من المعاقين ما وقفتهم إعاقتهم أن هم يكونون منتجين وناجحين في حياتهم، فشوفوا وين نقاط قوتهم، عززوا هذه النقاط وعززوا ثقتهم في نفسهم علشان يطلع معانا إن شاء الله طفل ناجح في حياته التأسيسية، وبإذن الله إنسان مبدع في مستقبله. فعلا، وهذه هم مسؤوليتهم، وكل راع مسؤول عن رعيته. يا دكتورة شكرا، دكتورة شريف، على هذه المداخلة والمعلومات القيمة اللي قدمتيها من خلال شاشة تلفزيون الكويت، كل شكر لك. وأنا شاكرة لكم الاستضافة، يعطيك العافية. شكرا، حياك الله. مشاهدينا راح نطلع معكم استطلاع عن أهمية التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد 19، وخصوصا هناك بعض الدول رجعت لهم هجمة أخرى، إرشادات لازم نلتزم فيها، راح نتعرف عليها أكثر من خلال الزميلة هدي المسيلي متابعة معكم. صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله. اليوم راح نتطرق على موضوع جدا مهم وهو التباعد الاجتماعي. للأسف قاعد نلاحظ في الفترة الأخيرة في مناسبات كثيرة وأفراح وحفلات تخرج، وإحنا نبي نتكلم عن هذا الموضوع خصوصا إنه قاعد يتسبب في زيادة عدد حالات كورونا. سؤالنا هو من خلال هذا الاستطلاع، شلون ممكن نتحكم في الحفلات هذه وشلون ممكن نحن نمنعها، وأيضا شنو الآثار الجانبية المترتبة عليها؟ تابعونا. حقيقة هذا الوباء نحن ابتلينا به، وما لنا إلا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى بأن يرفع هذا الوباء عنه وعن خلقه أجمعين، بالإضافة إلى على الاستعانة بالتباعد وبالحقيقة يعني بالاحتراز، يعني نحرص على الكمامة، الكمامة كثير واقية، التباعد الاجتماعي، نحد من الاختلاط بالمناسبات وبالحقيقة يعني بالدواوين ولا أماكن العمل، نكون حذرين جدا، لأنه أمانة الحفاظ على أرواحنا وأرواح الآخرين هذه أمانة، ونسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لازم الإنسان يضغط على أعصابه شوي، لعل الله يعني يوم الأيام يفرجها، وما بعد الضيق إلا الفرج، إنما العسر يسر. لازم الإنسان يتحمل، يعني يمكن الواحد عاش 50 سنة 60 سنة مبسوط ومستانس، ما يقدر يصبر سنة ولا سنة ونص ولا حتى والله سنتين، لا أتحمل في سبيل أني أنا
أعيش باقي أيامي مرتاح، ولعل الله يفرجها. يعني أوجه كلامي حق كل مواطن ومقيم بدولة الكويت، الله يعطيكم العافية، التزموا بالتباعد الاجتماعي، لا تحاولون تتجمعون، لأن الحمد لله إحنا تجاوزنا المرحلة الأولى لما التزمنا، والحين للأسف بعض ردوا اجتمعوا وصارت نسب الإصابة وايد عالية بالكويت. المستشفيات الأطباء تعبوا، حرام عليكم، الفريق الطبي جميعهم تعبوا. لو فرضنا أن هذول وصلوا مرحلة يعني خلاص إمكانياتهم وطاقتهم ما يقدرون، إيش راح يصير لو أمك ولا أبوك ولا ولدك وصلوا لمرحلة لازم بالمستشفى ما لقاله سرير ما لقاله جهاز؟ راعوا نفسكم وراعوا ربكم في الإصابات اللي قاعدة تصير. الناس قامت رجعت تسوي أعراس، قام يجتمعون بالدواوين، أغلب الدواوين الحين افتحت، الناس ما قام للأسف تلتزم، فالشيء يعني قام يخوف، يعني قام الأعداد ترد، الوفيات زادت للأسف، الكمامات الناس ما تلتزم، حتى للأسف من المسايد بعض الناس ما تلتزم حتى بالمسايد بالكمام، فنتمنى أن الناس ترجع نفس قبل وتعدي هالمرحلة على خير إن شاء الله. حقيقة رسالة نوجهها يعني لإخواننا، أن اليوم يفترض أن يكون في وعي ثقافي، وعي صحي، وبعد ما يعني تم يعني فتح الحظر وأصبح الناس يعني يتخالطون مع بعضهم البعض، يفترض يكون هناك في وعي صحي تام، لأن اليوم إحنا قاعد نشوف الجائحة ما زالت يعني ظواهرها والإصابات ما زالت موجودة، وخطورة هذه الجائحة قاعد نشوفها أيضا في وجود بعض الناس في المستشفيات وفي العناية المركزة وغيرها. لذلك اليوم يفترض أن يكون المواطن مدرك لهذه الظروف الخاصة في البلد، ويجب أن يعمل بالحيطة والحذر، خصوصا يعني يأخذ التوجهات واتجاهات الدولة من خلال السلطات الصحية، ومعرفة أن يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي، كيفية يعني لبس الكمام وأخذ الاحتياطات الكفيلة بإن شاء الله يعني بإبعاد هذا الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الوباء والبلاء من دولة الكويت وسائر دول العالم. أنا شايفة الناس بتختلط مع بعضيها، وبعدين أنا شايف في تجمعات يعني كتير وناس بتتزاحم في المطاعم، يعني في ناس عدم التزام بالقصة دي، وأنا شايف الحالة كل شوية تزيد بسبب الأعراض يعني وكده. فيعني أنا أحب أوجه يعني أوجه للناس إن هم يعني التزام بالجلوس في البيت، ما حدش يخرج إلا للضرورة القصوى، ما حدش يطلع من البيت. والله أتمنى من الناس أنها تتعظ يعني من الوسائل الإعلام تطالع أن الوباء هذا قاعد يصير خطير، وأنا قاعد أشوف أن الناس يعني بعد الحظر زادوا وقاعد يزيدون وما يدرون أن المستشفيات الحين قاعد تفول من الوباء هذا. فأتمنى من الناس يعني قاعد أن تتعظ وتطالع الوسائل التواصل الاجتماعي، ويعني يكونون حريصين إن شاء الله عساس لا يتعادون ويعادون الناس. يعني في ناس كبار حرام، في ناس يعني يمكن إذا حاشم المرض هذا يعني يتأثرون حيل بعناية مركزة وأماكن يعني يروحون، فما لها داعي يعني. فأتمنى والله أتمنى الناس أنها تتعظ، وإن شاء الله تمر الأمور إن شاء الله بالساهل إن شاء الله. في الختام طبعا رسالتنا الأساسية وهي التباعد الاجتماعي هو سلامة لكم ولنا، حافظوا على سلامتكم، حافظوا على التباعد، ما لا داعي أبدا حاليا التجمعات والحفلات علشان نحد من انتشار العدوى. نشكركم حسن المتابعة، مع السلامة. شكرا يا هديل، وفعلا كم هو جميل نلتمس المسؤولية المجتمعية من خلال هذه التغطية الجميلة للزميلة هديل المسليم.
ننتقل معكم مشاهدينا إلى لوياك، هي مؤسسة كويتية غير ربحية تعتني بفئة الشباب من عمر 16 إلى 30، لا وقريت بعد حتى أقل من هذا العمر. تهدف هذه المؤسسة أو هذه الجمعية إلى إيجاد فرص مميزة تطور شخصياتهم وتكشف عن قدراتهم الإبداعية، وذلك لخلق جيل من القادة عالي الفعالية نستنير من خلالهم السلام والرخاء، وذلك بفضل رؤية لوياك وجهود متطوعيها. تمكنت هذه المؤسسة من النمو والتنامي والانتشار، وصار عندها أفرع تخدم الشباب في كل البلدان منها لبنان والأردن وحتى في اليمن. امتدت أنشطة هذه المؤسسة منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة لتشمل أكثر من 77,500 شاب وشابة خاضوا تجارب كثيرة في جميع قارات العالم دون استثناء. تفاصيل أكثر مع ضيفتي الأستاذة سارة القلاف، منسقة التطوير المهني في لوياك. يا صباح الخير وحياك الله في برنامجنا شاي الضحى. صباح النور، أهلا بك، العافية، مشكورين على الاستضافة. حياك الله يا سارة. سارة ما شاء الله برامج تدريبية شبابية أكيد لها أهداف للوصول إلى التميز والنجاح، شنو أهداف لوياك اتجاه هذه الفئة؟ طبعاً لوياك بالبداية لها أهداف عديدة، بس اختصاراً للوقت رح أذكر هدفين فقط. أول واحد، أهداف لوياك إن إحنا نعطي فرص متنوعة للشباب من جميع النواحي، سواء من ناحية التدريب المهني، ناحية التطوير الذاتي، وناحية تعزيز الإنسانية أو الحس الإنساني عند المتدربين والمتطوعين. الهدف الثاني إن إحنا نعطيهم إن إحنا نخلق قادة للمستقبل. ممتاز. وشيء جميل إن من خلال هذه نقول المؤسسات أو الجمعيات التطوعية نخلق هذه القادة، لأن لنا نظرة إلى كويت الغد، كويت 2035. في هذه الفترة اللي نمر فيها وفي ظل انتشار فيروس كوفيد-19 والتباعد اللي مطلوب، كل الجهات حولت إلى منصات الأونلاين. شلون نسقتوا لبرامج لوياك وتم هذه النقلة من خلال نقول فيس تو فيس اللي هو نقول التواصل الجسدي إلى الأونلاين؟ صح، هو بالبداية فعلا الأزمة اللي مرينا فيها ما وقفت لوياك عن البرامج اللي قاعدة اللي مشينا فيها مسبقا، فبس اساسا يعني كملنا بالبرامج مالتنا وزدنا عليها برامج جديده وورشات عمل جديده علشان الطلبه يستغلون الوقت اللي هم قاعدين فيه بالبيت. نعم ساره، خدمتهم منصات التواصل خدمتهم هذه الفئه الشبابيه جدا جدا، يعني احنا اعتمدنا برنامج زوم. ومسبقا اساسا من قبل طلبتنا كانوا او متدربين او المشاركين في برامج لوياك كانوا يسجلون عن طريق الويب سايت مالنا، وكنا نعلن احنا بالسوشيال ميديا عن البرامج اللي احنا بطلنا لها باب التسجيل او البرامج اللي قاعدين نبلش فيها. فيعني ما كانت النقله صعبه جدا، لان اساسا احنا كنا معتمدين على وسائل التواصل الاجتماعي او البرامج اونلاين. نعم ساره ما شاء الله 77,500 يعني مشارك، تبي نصج عدد لا يستهان به. اكيد في جهات عديده شاركتوا معاها لتحقيق اهدافكم، شلون حرص لوياك على المشاركه مع هذه الجهات المختلفه؟ الجهات اللي مع لوياك هذه تعتبر ميزة في لوياك، لأن لوياك جمعت جميع القطاعات، سواء قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، وحتى قطاع النفع العام، مو النفع العام، جمعيات جمعيات النفع العام جمعيات النفع العام يعني مثلا عندنا برنامج لوياك للتدريب المهني درب اللي هو حاليا قاعد يصير لاين، قاعدين نتعاون مع او فرص تدريبيه للمتدربين مع القطاعات الخاصه. القطاعات الحكوميه مثلا عندنا في بداية الأزمة وفرنا فرص تطوعية مع الدفاع المدني الكويتي، يعني وفرنا فرص تطوعية معهم، وفي برامج أخرى مثل برنامج كن لريادة الأعمال وبرنامج صغار لوياك اللي هو من 6 سنين لغاية 12 يعني سنة. يعني الفئة العمرية سارة، الفئة العمرية 6 سنوات، شلون تقدرون تسيطرون عليها؟ شلون يعني هذه الفئة يبي يلعب، يعني صعب تستكشفين شنو يحب. يعني لوياك يعني سلطت الضوء حتى على الصغار، شيء جميل بصراحة. صحيح، هو حق الصغار دائما
بورشات العمل أو سواء مسبقاً كنا نسوي رحلات، كان دائماً مع كل جروب من سوبرفايزر، ومعاهم المدرب اللي قاعد يعطيهم المحتوى اللي قاعد يقدمه، اللي هو المختص بالمحتوى اللي قاعد يقدمه. فيعني هي أكيد مو سهلة، بس يعطيهم العافية على مجهودهم جميعا. فعلا بالفعل مشاركات متنوعة نقول وجميلة بين البرامج، ويمكن هذا الشيء كانت وليدة الزمن الكوروني اللي دايم أسمي هذه الفترة، أنا بسمي هذا الزمن الزمن الكوروني. طيب قبله بتعرف عن لوياك وبرنامج كارير ريدي اللي كان من أشرفت عليه السيدة أمل البداح، حابة تكلميني عنه. برنامج الاستعداد المهني بلشنا فيه أونلاين هالسنة. طبعا الأستاذة أمل البداح مشكورة، وفرت هي أهي اللي وفرت منهج أو منهج البرنامج، وهي المدربة أيضاً. البرنامج مدته 4 أيام. المتدرب يتعلم أكثر عن القطاعات المتوفرة أو الفرص الوظيفية المتوفرة. المتدرب سارة أساساً هو يكون أكاديمي وتنزلونه إلى سوق العمل؟ هذا البرنامج ما ننزل لسوق العمل. برنامج الانترنشيب أو التدريب المهني هو مني يشتغل في القطاعات المختلفة من اختياره على حسب اهتماماته وعلى حسب سواء ميكانيكا أو رسم أي شيء. أي نعم، حسب فهمت عليك. أي على فضل. في القطاع الخاص. أي نعم. بس الاستعداد المهني هي مثل ورشات عمل يتعلم فيها المتدرب شنو القطاعات اللي متوفرة، اللي المتدربين هم المقبلين على الوظيفة، أو حتى اللي يشتغلوا من جديد في جهات عملهم، أو حتى الخريجين أو المتخرجين، أو يعني الخريجين اللي ما بقى لهم سنة سنتين ويتخرجون. نعم، إذا هي تهيئة نقول مثلا هالورشة هذه. نعم، تهيئة. نعم، مشاهدينا معاكم هذا إحدى البرامج اللي قاعد نشوفها حاليا على الشاشة، ورشة عمل كلفية إنشاء، يعني برامج عديدة. مخرجنا قاعد يراوينا هذه اللقطات الجميلة. أكيد الهدف من لوياك مشاهدينا هو تهيئة جيل جديد على قدر عالي من الثقافة والوعي. طيب من بعد هذه المشاركات ما هي المخارج، وكيف استفاد الطلبة اللي قدموا إلى لوياك، وشنو أهدافكم القادمة؟ أهدافنا القادمة احنا لازلنا مستمرين من سنة 2002 على نفس الأهداف، والحمد لله يعني مثل ما ذكرت هي العدد الكبير اللي احنا دربناه، قدرنا ان احنا نخلق قادة للمستقبل. فعلا قدرنا ان احنا نوفر فرص وظيفية، الطلبة يتعلمون ويتهيئون لوظيفتهم المستقبلية، يضيفون إضافات مختلفة ومتنوعة بالسيرة الذاتية الخاصة فيهم، بحيث انهم يتميزون بعدين لما يقدمون على الوظيفة. اي نعم. طيب ماذا عن فئة المتقاعدين؟ هل لوياك يهتم فيهم ولا ركنتوهم؟ إن شاء الله يمكن بالمستقبل، بس لوياك مركزة على الشباب، لأن إحدى أهدافنا هي أن إحنا نخلق قادة للمستقبل. نعم. فإن شاء الله يمكن. You never know. إن شاء الله. طيب هل هناك نقول مخارج من لوياك تفتخرون فيها؟ يعني في أسماء معينة من خلال لوياك نقول استثمرتم بالفعل أصبحوا قادة؟ يحضر أسامي معينة؟ نعم. للأمانة ما يحضرني أسامي، ولكن عندنا الأستاذة مناير القلاف كانت من ضمن لوياك، من ضمن عائلة لوياك، ولا زالت من ضمن عائلة لوياك. وطبعا العديد منهم يعني ما شاء الله، يعني اللي الحين دكاترة، اللي الحين إعلاميين، اللي موجودين في شتى المجالات يعني. نعم. سارة قلتي عندكم برنامج كن، شنو كان الهدف من هذا البرنامج؟ نبذة بسيطة عن البرنامج. برنامج كن لريادة الأعمال يهيئ الطلبة من عمر 12 لغاية 16 سنة شلون هم ينشؤون مشروعهم الخاص اللي من خلاله يقدرون يساعدون المجتمع اللي هم عايشين فيه. برنامج كن بالتعاون مع كلية بابسن الأمريكية الرائدة على مستوى العالم في ريادة الأعمال، فيعني نوفر لهم منهج من الجامعة يتعلمون شلون ينشؤون المشروع الخاص فيهم، ويتعلمون من خلاله بعد من خلال البرنامج يحضرون أصحاب مشاريع كويتية أو عربية، يعلمونهم عن أو
يعني يشاركونهم نبذة عن مسيرتهم علشان الطلبة يستفيدون. نعم. طيب سارة، مثل ما نعرف التدريب في هذه الفترة ألا وهي انتشار فيروس كوفيد 19 أصبح من خلال الأونلاين، أي البرامج اللي خدمتكم، أو ما هي برامج التدريب اللي قدمتوها خلال هذه الفترة؟ خلال هالفترة طبعا مثل ما ذكرتي كل شيء حرصنا على أن كل شيء يكون أونلاين لسلامة طلبتنا ومدربينا. البرامج حاليا عندنا ورشات العمل بلشنا فيها من بداية الأزمة ولازلنا مستمرين فيها، مواضيع مختلفة تخدم المتدرب مهنيا وتطور ذاته في نفس الوقت. عندنا برنامج الكارير ريدي أو الاستعداد المهني هم قاعد يصير أونلاين. عندنا برامج صغار لوياك هم حولناها أونلاين، والإنترنشيب بروجرام أو البرنامج للتدريب المهني اللي من خلاله نوفر فرص تدريبية للطلبة من عمر 18 لغاية 30 سنة في جهات عمل مختلفة، تستخدم يعني جهات عمل مختلفة على حسب هم يختارونها، على حسب تخصصاتهم، على حسب اهتماماتهم. نعم. لازم نمسك. أي نعم. سارة، الجميل في لولاك تدرين شنو؟ إنكم تخطيتوا حدود الكويت ووصلتوا إلى دول عربية مثل لبنان، مثل ما قلت في البدايتي، والأردن، وأيضا حتى في عدن في ظل جائحة نقول كورونا. كيف تم التواصل مع لولاك الأم ولوياك نقول الأبناء أو الفروع إلى هذه المؤسسة؟ شنو قدموا؟ شلون المتطوعين؟ هل هناك إقبال، خصوصا هناك بعض المشاكل ألمت في هذه البلدان؟ صحيح، متطوعين احنا وفرنا في ورشات العمل اللي قدمناها مسبقا مقاعد للمتطوعين لوياك الأردن ولبنان. نعم. وهم سوينا برنامج ينعرض كل اثنين عبر الانستغرام لايف اسمه لوياك العربية. بهالبرنامج هذا يطلع ممثل او متطوع من لوياك الكويت ومتطوع من لوياك الاردن او لبنان، يتكلمون عن مسيرتهم مع لوياك ويتكلمون من متى هم شاركوا في لوياك وشنو اضافت لهم تجربتهم في لوياك. اي نعم. طيب الحمد لله. اي نعم. الازمه مثل ما نقول وتحول للبرامج كلها أونلاين سهل لنا التواصل مع المتطوعين في لوياك الكويت والأردن ولبنان، وهم عطانا فرصة إن إحنا نتواصل مع مدربين من الوطن العربي اللي شاركونا في البرامج والورشات العمل اللي إحنا قاعدين نقدمها. أثرت أزمة كورونا في نقول كفاءة العمل على لوياك، ولا ما زلتوا نقول ما شاء الله متصدرين وما زلتوا عندكم أفكار ولادة عشان نتعايش مع هذه المرحلة؟ طبعا ما أثرت سلبيا أبدا على البرامج اللي احنا نقدمها، بالعكس أساسا مثل ما ذكرت لك بالبداية احنا أنشأنا برامج جديدة علشان تكون أونلاين مثل ورشات العمل، كثفنا ورشات العمل بمواضيع مختلفة وسوينا برامج جديدة للمتدربين، والنقلة كانت بس بمجرد ما أنه كان فيس تو فيس صارت أونلاين بنفس الكفاءة، والطلبة يعني ما شاء الله عليهم مو مقصرين. نعم. الفئات نقول المشاركة في برامجكم أو في التدريب المهني، أكثر فئات قاعد تشوفينها متواجدة خلال هذه الأزمة؟ الحياة تغيرت والحياة لا تسير على رتم واحد، ودائما نقول توقع غير المتوقع، والإنسان الناجح أو المؤسسة الناجحة أو الجمعية الناجحة اللي تواكب هذا التغير ويزيد نقول إنتاجها أو نقول تتطور أكثر، ما هي الفئات المشاركة في برنامج التطور والتدريب المهني؟ احنا نبطل التسجيل للفئة العمرية من 16 لغاية 30 سنة عموما، هذه الفئة اللي تشارك في البرنامج، وما شاء الله عليهم اغلب الفئات اللي تشارك يكون من عمر 18 ل 24 سنة اللي هم طلبة الجامعات والخريجين حديثا، هم اللي مهتمين ان هم يضيفون حق السي في مالهم ومهتمين ان هم يستعدون ذهنيا او مهنيا للوظيفه اللي ان شاء الله بيقدمون عليها بعد التخرج. نعم. تطرقتي للخريجين، عندكم برنامج تمكين الطلبه؟ عندك فكره عن هذا البرنامج وشنو الشروط ولا ما في شروط؟ وما المقصود في تمكين الطلبه؟ هل هم تخرج خلصوا ثانويه عامه؟ يعني حابه اسلط الضوء على هذه الفئه اللي تخرجت، اكيد ونقول لهم الف مبروك والله يعينهم على حياتهم العمليه القادمه ان شاء الله. عندنا برنامج الاستعداد
الإعداد المهني نفس ما ذكرنا من قبل هو للطلبة للخريجين حديثا، للمقبلين على الوظيفة، للموظفين حديثا، نعرفهم شلون. ما في شروط يعني، هم أو شروط يقدرون يشوفونها بالويب سايت، لأن احنا نذكر بالويب سايت نبذة عن البرنامج، عن كل برنامج، ونذكر شنو الشروط، سواء الفئة العمرية أو إذا موظف أو خريج أو أيا كانت الشروط، نعلمهم تهيئهم للوظيفة عن طريق تطوير فكري إذا سارة، وتطوير ثقافي وتوعوي. وكل الشكر لتواجدك معنا سارة القلاف، منسقة التطوير المهني في لويا. كل الشكر، وأتمنى لكم التوفيق دائما والازدهار. يعطيك العافية، مشكورين، حياك الله. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا، حلقة توعوية الهدف منها الالتزام بالاشتراطات الصحية، التباعد ومن ثم التباعد ومن ثم التباعد، وبالتالي لبس الكمام وغسل اليدين للمحافظة على أمن الكويت أولا، وأكيد أولا أيضا صحتكم وصحة اللي قراب منكم خصوصا كبار السن. أنا افتخار الهاشمي، أترككم في أمان الله ومع السلامة.